أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن خبر وفاة العميد عدنان الحمادي متأثرا بجراحة. توفي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي متأثرا بإصابته بطلق ناري في ريف تعز. أكد وزير الثقافة مروان دماج وفاة العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع. كان مصدر عسكري قد قال لقناة بلقيس أن الحمادي تعرض لإطلاق نار بالقرب من منزله في بني حماد بمديرية المواسط، وتم نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن. يعد الحمادي أحد أبرز قادة الجيش ومؤسس نواة الجيش الوطني في تعز، وقاد معارك تحرير لعدد من المديريات من ميليشيا الحوثي في تعز. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: الأسباب التي أدت إلى وفاة واستهداف العميد عدنان الحمادي، وما هو مصير المؤسسة العسكرية في تعز بعد خسارتها أهم رجالاتها. وينضم إلينا بداية في هذه الحلقة محافظ تعز السابق علي المعمري. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك أخي العزيز، تحية لك والمشاهدين قناة بلقيس. بداية أستاذ علي، باعتقادك ما هي الأسباب التي أدت إلى مقتل العميد عدنان الحمادي؟ رحم الله العقيد عدنان الحمادي، هذا الفارس العظيم الذي خسرت اليمن اليوم باستشهاده واحدا من أعظم قاداتها وأرجل رجالاتها. هذا الرجل عرفته قائدا مغوارا، كان أول العسكريين الذين قاوموا مشروع الحوثي في تعز. هذا الرجل كان أول المقاومين لهذا المشروع، مثلما قلت كان له الفضل في تأسيس نواة الجيش، كان مقاتلا من طراز فريد، رجل عرفته بأخلاق عالية، شخصية استثنائية. بالمختصر خسرت اليمن اليوم واحد من قاداتها العظماء. عدنان الحمادي عرفته صاحب شخصية وحضور عظيم، باستشهاده خسرت اليمن. القائد عدنان الحمادي مثل ما تحدثت في المقدمة كان السباق، كان القائد الأول، قاد اللواء 35 في أهم مرحلة، شارك في تحرير كثير من المديريات. هذا الرجل عرفته معرفة يعني كنت وإياه نعمل معا لمدة عامين، ما رأيت قائدا بعظمة هذا القائد ونبله وشجاعته ومروءته وإقدامه. اليمن اليوم مثل ما قلت تخسر قائدا عظيما وقامة عظيمة وقيمة عظيمة باستشهاد عدنان الحمادي. طيب، بحكم العلاقة القريبة فيما بينكم مع القائد عدنان الحمادي رحمه الله، هل لديكم أي معلومات حول ملابسات الحادثة؟ أنا أرجو من الجميع أن ينتظروا، أطلب من الإخوة في وزارة الدفاع وقيادة المنطقة الرابعة والسلطة المحلية سرعة إجراء تحقيق في كشف ملابسات هذه الجريمة. هذه جريمة كبرى، هذه جريمة ينبغي عدم التأخير في إجراء تحقيق بشأنها. ننتظر نتائج التحقيق، لكن مثل ما قلت هذه جريمة نكراء، ندين مرتكبيها أيا كانوا. الحديث عن الفاعل الآن لا يصح أبدا، نترك المسألة للتحقيق ولنتائج التحقيق. باختصار، باستشهاد هذا الرجل خسرنا كثيرا في تعز، وخسرت اليمن كثيرا باستشهاد هذا المناظر العظيم. هذا الرجل الذي مثل ما قلت عرفته قائدا مقداما سباقا في كل معركة أجده في مقدمة المقاتلين، تخسر اليمن كثيرا باستشهاده. موضوع ملابسات استشهاده نترك هذه المسألة، وأدعو وبأسرع ما يمكن وزارة الدفاع وقيادة المنطقة الرابعة والإخوة في السلطة المحلية وقيادة معور تعز فتح تحقيق فوري وسريع لمعرفة يعني كيف تمت هذه الجريمة ومن الفاعل، لأننا نخسر وخسرنا كثيرا باستشهاد هذا القائد العظيم. طيب، في هذه الحادثة وفق ما هو متداول متهم شقيق القائد عدنان الحمادي بقتله، وأيضا في الأخبار أنه تمت تصفيته وقتله من قبل مرافقي عدنان الحمادي. الإقدام على هذه الخطوة إلى أي حد تؤثر في مسار كشف الحقيقة؟ أقول نترك هذه المسألة، الحديث لا أستطيع أبدا الحديث عن أن أخو عدنان ابن أخو عدنان، نترك هذه المسألة للتحقيق، ولا يصح أبدا تداول مثل هذه المعلومات. الحديث عن أن أخوه من يعني القاتل وتصفية يعني وتم يعني قتل هذه المسألة تضع عشرات علامات الاستفهام. أقول للجميع
ننتظر وعلى وزارة الدفاع وعلى السلطة المحلية وعلى قيادة المحور الإسراع بإجراء تحقيق وبشفافية، وعلى هذه الجهات سرعة كشف الفاعلين ونشر معلومات حول نتائج هذا التحقيق. التأخير قد يجلب لنا مصائب كثيرة. التأخير ليس لمصلحة تعز ولا لقضية تعز، ولا هناك كثير من الحديث. ينبغي على الجميع أن يصمت وأن ينتظر نتائج التحقيق، وعلى الجميع مثل ما قلت وزارة الدفاع وقيادة المحور وقيادة المنطقة الرابعة البدء وعلى الفور ومن الآن سرعة إجراء تحقيق في استشهاد قائد بحجم عدنان الحمادي، رحم الله عدنان، وتعازينا لليمن ولليمنيين ولأهله ولكل محبيه. هو أحد أبرز قادة الجيش ومؤسس نواة الجيش الوطني في تعز، إلى أي حد ستؤثر وفاة عدنان الحمادي على مسار معركة تحرير محافظة تعز؟ ما من شك أن باستشهاد عدنان الحمادي ستتضرر تعز كثيرا، والمعركة يعني خروج استشهاد شخص يعني بقامة عدنان الحمادي واللواء 35، هذا اللواء المهم الذي يمتد حضوره على يعني مديريات كثيرة في منطقة الحجرية، أعتقد أن غياب عدنان الحمادي سيكون مؤثر، لكن تعز خلاقة، تعز ولادة، هناك من القادة العسكريين الكثر. إنما أرجع يعني أعود وأقول أن عدنان الحمادي كان رجل استثنائي، كان قامة وقيمة، كان رجل يعني استطاع أن يكسب يعني قلوب الناس وعقول الناس، أثر كثيرا في الناس، كان حتى حضوره الاجتماعي يعني رجل شخصية استثنائية بكل معاني الكلمة. عرفته يعني شخص علاقات آسرة، شخص عنده كاريزما، حضور. غياب عدنان الحمادي بالتأكيد سيكون له تأثير، لكن أملنا في أن تعز مثل ما قلت لديها من الرجال الكثير، بإذن الله سيكون هناك يعني يتولى هذا اللواء خيرة أبناء اللواء 35 وأبناء الجيش. لكن بالمجمل تعز خسرت واليمن خسرت كثيرا بغياب قائد عظيم مثل عدنان الحمادي. شكرا جزيلا لك محافظ تعز السابق الأستاذ علي المعمري، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الزميل الصحفي أحمد شوقي. أحمد أهلا بك. أحمد أهلا وسهلا أخي الكريم. أحمد، بداية هل لديك أي معلومات متوفرة حول ملابسات الحادثة وتعليقك على حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي؟ أولا فيما يخص العميد عدنان الحمادي، إلى ما قبل ربع ساعة تقريبا حاولنا التأكد من الحادثة، لكن من هم بجوار الفندم عدنان في عدن أكدوا لنا أنه ما يزال على قيد الحياة ولكن حالته خطرة جدا. هناك إصابة في الرأس. مسألة ظروف الاغتيال أو ملابسة الاغتيال، ليس هناك معلومات وافية عن ظروف الاغتيال، لكن في المجمل نحن طبعا لم نستطع أن يعني نتساءل أو أن نجد معلومة صائبة حول هذا الموضوع، وهذا سوف يتكشف في الأيام القادمة. لكن الشيء المهم في هذا الموضوع هو أن الفندم أو العميد عدنان الحمادي تآمرت عليه أطراف كثيرة خلال المرحلة الماضية. تآمر عليه الحوثيون، تآمر عليه حلفائهم من المؤتمر الشعبي المتحوث، تآمر عليه التجمع لمن الإصلاح، تآمر عليه عبد الله منصور هادي. أطراف كثيرة تآمرت على الحمادي وحاولت إبعاده، وكان المقرر قبل أكثر من عام ونصف إبعاد الحمادي عن قيادة اللواء 35 المدرع، ولكن تأخر هذا القرار بسبب أن شعبية الحمادي الطاغية في الحجرية كانت تهدد شعبية الرئيس عبد الرب منصور هادي نفسه، وكان هناك مخاوف من أنه إذا أصدر الرئيس قرارا بإبعاد الحمادي سلبية لمطالبات ورغبات التجمع لمن الإصلاح وعلي محسن الأحمر، أن يفقد عبد الرب منصور هادي شعبيته في الحجرية وفي منطقة تعز، ولذلك تأجيل القرار. اليوم إذا صح أن العميد عدنان الحمادي قد توفي أو دخل حادث الموت السريري، فقد يكون الآن نجح التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر في إبعاد الحمادي عن الساحة، يكون الحوثي قد نجح في إبعاد الحمادي عن الساحة، وبالتالي التمهيد جيد السويات القادمة أصبح أمر ممكن، لأنه كان آخر أول وآخر ضابط كبير في الجيش يريد أن يخوض المعركة مع الحوثي حتى النهاية هو عدنان الحمادي. خلال المرحلة الماضية تعرض الحمادي لمحاولة اغتيال داخل المناطق التي يعني في مقر قياده اللواء في المواسط، تعرض لكثير من حملات التحرير تحشيد واتهام بالخيانه والعماله، تعرض لحاله تعبئه حتى في المنطقه التي فيها العميد عدنان الحمادي. هناك
ما هم معبؤون تعبئه قويه جدا ضد الفندم عدنان الحمادي ويتهمونه بالعماله والخيانه والارتزاق دون ادنى دليل لذلك سوى التعبئه الحزبيه وخصوصا من عناصر التجمع المعلم للتحت. لهذا لا نستبعد ان يكون هناك يد لاي طرف في هذه المؤامره التي حصلت، واذا صح ان شقيقه هو من قام باغتياله فنفس المؤامره حدثت مع الملك فيصل بن عبد العزيز، يعني هذا مثلا غسيل الدماغ شغل مخابراتي ويطلع حزب امني بامتياز، فلا استبعد منه ذلك. وعلى هذا الكلام انا اقول ان يعني ما حدث هو ماساه دراماتيكيه عاشتها تعز عده مرات، عاشتها مع عبد الرقيب عبد الوهاب، وعاشتها مع عبد الله عبد السالم، وعاشتها كثير من القيادات المحسوبه على تعز، كانت دائما يجري تحريض اقرب الناس اليهم او اصدقائهم او زملائهم في الجيش او مرافقيهم او من يعملون معهم عليهم ويتم تصفيتهم لاسباب متعدده. يعني هارد لك بتعز، هارد لك للمقاومه الوطنيه. طيب احمد مبروك للتجمع المعلم للاصلاح والجيش ولجيش النهب والاعتداءات واللصوصيه، مبروك لهم، الف الف مبروك على اغتيال الفندم عدنان الحمادي اذا طيب. صح خبر الاغتيال. نعم طيب انت احمد الان تقول اذا صح خبر الاغتيال، وما زلت تشكك في خبر الاغتيال، لكنك ربما البعض قد يرى بانك تتهم بشكل مباشر طرف سياسي معين، هذا يعقد الامور كثيرا. الاستاذ علي المعمري محافظ تعز السابق والقريب من عدنان الحمادي يقول رحمه الله القائد عدنان الحمادي يقول خدمه لقضيه تعز ولقضيه عدنان الحمادي يجب التروي والذهاب نحو تحقيق يكشف ملابسات الحادثه قبل كيل التهم على اي طرف من الاطراف، وخصوصا انه وفق المتداول الان ان شقيق عدنان الحمادي هو من قام باغتياله. طيب ساعود لك احمد نشارك معنا بالنقاش وضاح الجليل من القاهره، اهلا بك زميل الصحفي وضاح الجليل. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. وضح بالتاكيد انك مطلع الان على اخر التطورات والمعلومات في حادثه اغتيال العميد عدنان الحمادي، ما المعلومات المتوفره لديك وما تعليقك ايضا على خبر اغتياله؟ في الحقيقه المعلومات المتوفره لدي هي نفس ما يتم تداوله الان في شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الموضوع هنا يثير الكثير من الريبه والشكوك. أن يتم اغتيال قائد عسكري بحجم عدنان الحمادي من قبل شقيقه، هذا أمر يبدو غير منطقي وغير معقول. يبدو أن هناك من خطط لعملية اغتيال، أنا هنا أضع احتمالات ولا أجزم، لكن مثل قائد عسكري مثل عدنان الحمادي بمكانته وبحساسية الدور الذي يقوم به في هذه المرحلة أيضا، أمر لا يمكن أن يتم بهذه السهولة، ولا يمكن أصلا أن يحدث أو أن يكون هناك خلاف بينه وشقيقه يؤدي إلى مثل هذه الجريمة. ليس من المنطق ولا من المعقول أن يكون قائد عسكري بهذا الحجم. طيب هذا الغموض وهذه غير المنطقية في الحادثة، ما الذي يمكن أن يزيلها؟ يعني هل تحقيق ما هي الإجراءات التي يمكن أن تعمل على إزالة كل هذا الغموض واللبس في القضية برأيك؟ بالتأكيد نحن بحاجة إلى تحقيق دقيق وأن تقوم به جهات مسؤولة عليا في الدولة، وأن يكون التحقيق على قدر عالي من الدقة والمسؤولية والتحريات وجمع المعلومات. وبالتأكيد لن يكون هذا أيضا الأمر لن يكون صعبا إلى تلك الدرجة ولا معقدا، لكن من المؤكد أنه بالإمكان كشف ملابسات ما حدث وإيضاحه للناس. اللواء أو عفوا العقيد عدنان الحمادي هو يمكن وصفه بأنه هو من شكل نواة الجيش الوطني المناهض للانقلاب الحوثي منذ بداية هذا الانقلاب، وكان يقود قوات عسكرية في منطقة حساسة ومنطقة استراتيجية ومهمة بالنسبة للدولة. المناطق التي كان يقود عملياته فيها هي تشكل الثقل الاجتماعي الأكبر لمساندة الحكومة الشرعية ولدعم الشرعية، وهي المنطقة التي بدأت فيها جذور أو بداية التغيير في العام 2011، وحتى اللحظة ما تزال هذه المنطقة أكثر المناطق دعما للحكومة الشرعية ومساندة لها، وهي تمثل ثقلا اجتماعيا غير عادي
في تلك المعادلة. ومن المؤكد أيضا أن هناك تربص كبير بهذه المنطقة، وهناك محاولات استقطاب كثيرة داخلها، وهذا الأمر يشير إلى أن أو يضع احتمال بأن هذه الحادثة كانت اغتيالا مدبرا بدقة، وأنه جرت تنفيذ له على مدى فترة طويلة. ليس من المنطقي أن يتم اغتيال قائد عسكري بحجم عدنان الحمادي على يد شقيقه نتيجة خلافات. طيب يا وضاح، سأعود لك إلى أي حد فقدنا جزء من الإنسانية أن يكون اغتيال مدبر على يد شقيقه، يعني أن شقيقه يقوم بقتل أخيه لهدف مؤامرة معينة ربما أن تشير إليها. سأعود لك وربما تتوفر لديك معلومات إلى حين العودة لك. أستاذ أحمد شوقي أحمد، إذن قادة عسكريين بارزين في الجيش الوطني من عبد الرب الشدادي إلى اليوم عدنان الحمادي نخسرهم في هذه المعركة اليوم، هل من يعني تعقيبا على ما كنت قلته، هل من الحكمة ومن الفائدة لمصلحة القضية أن يتم توجيه الاتهام إلى أطراف معينة أم انتظار إجراء تحقيق؟ وهل اليوم الدولة قادرة على إجراء هذا التحقيق بالشكل السريع الذي طالب به علي المعمري وآخرون؟ في تصحيح بس صغير، أنا تحدثت عن مؤامرة قامت بها هذه المجموعات جميعها، ومسألة الاغتيال الذي مورد على الحمادي هو مورد على اغتيال في حياته، اغتيال معنوي واغتيال نفسي واغتيال سياسي، وهذه مسائل معروفة في كل العلوم المصطلحة السياسية والاجتماعية. الاغتيال للحمادي بدأ منذ التحرر عليه بتهمة الخيانة وبتهمة العمالة للإمارات. الاغتيال للحمادي بدأ منذ مضايقته لواء مخصص التغذية فيه 45 مليون ريال شهريا، يتم صرف 10 مليون ريال شهريا فقط، هذا بخلاف النفقة التي يحتاجها هذا اللواء. الاغتيال تم من خلال حرب شعواء شنت على اللواء 35 مدرع منذ بدايات العمل المقاومة والكفاح المسلح ضد ميليشيات الحوثي. ليس شرطا أن يكون الاغتيال هو بالتنفيذ المباشر بأيدي من أراد اغتيال الحمادي، لكن تم هذا الكلام الآن، ونحن لسنا مستعجلين على معرفة من هم الذين تم اغتياله في هذا اليوم، لكننا نشكك تماما بقدرة الأجهزة الحكومية وما يسمى بالشرعية بأن تقوم بالتحقيق بهذه القضية. عدنان الحمادي للأسف كان هناك كثير من الأطراف المحسوبة في صف الشرعية وفي صف الانقلابيين وأطراف أخرى محلية وخارجية كانت ترغب في إزاحته عن المشهد وتآمرت عليه كثيرا، ولذلك لا يستبعد أن يكون هناك دور، لكن التوجيه بالاتهام المباشر لتجمع علم الإصلاح أو لعلي المحسن الأحمر بالقيام باغتيال عدنان الحمادي هذا غير وارد من قبلنا، يعني تحريا للثقة وتحريا للحقيقة. لكن هل تآمروا عليه؟ نعم تآمروا عليه. هل اغتالوه معنويا وسياسيا ونفسيا؟ نعم عملوا على اغتياله معنويا وسياسيا ونفسيا. اليوم أنت حينما تدخل تبحث عن عدنان الحمادي في وسائل التواصل وفي مواقع الإنترنت تجد كمية كبيرة جدا من الاتهامات ومن الأخبار المفبركة عن عدنان الحمادي. إذا لماذا كل هذا التحريض الذي كان في المرحلة الماضية؟ الأمر الآخر أن يعني خبر الاغتيال سمعنا هذه من قبل النشطاء المحسوبون على هذه الأطراف قبل أن نسمع بهم من أي طرف آخر، وحينما بحثنا عن القصة وجدنا قصة تتحدث عن يعني دور لأخيه في اغتياله ومثال هذا القبيل، رغم أن هذا القصة يعني لم يعرف من قبل أن هناك خلافات بين عدنان الحمادي وشقيقه تصل إلى مستوى أن يتم تصفيته، ولماذا قد يقوم أخ بتصفية أخاه يعني بهذا الشكل بهذه الصورة، يعني إلا إذا كان هناك يعني حالة تحريض ومنهجة وغسيل دماغ. أيضا يعني الضربة التي وجهت الآن للواء 35 إذا كما قلت لك إذا يعني لم يسلم العميد عدنان الحمادي واستشهد، فهذه الضربة التي وجهت للواء 35 لأنها وجهت تعز ووجهت الحجرية التي ينتمي إليها الحمادي والتي دائما ما شكلت يعني خطرا وتهديدا وفزاعا وفزاعة لهذه القوى عبر التاريخ. طيب سأعود لك وسنتحدث عن ما الذي تمثله خسارة مقتل العميد عدنان الحمادي. ينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن زميل الصحفي حسام ردمان، أهلا بك حسام، وأنت بحسب المعلومات المتوفرة قريب ربما من الموقع الذي يتواجد فيه العميد عدنان الحمادي، ما هي آخر المعلومات حسام؟ حتى الآن المعلومات متضاربة، لا يمكن الجزم بشكل نهائي. يعني الوسائل الإعلام تتحدث عن مقتل سيادة العميد، ولكن حتى الآن هناك مصادر خاصة تقول بأن حالته ما زالت حرجة وأنه لم يفارق الحياة حتى الآن، ويبدو أن هذه المعلومات هي الأرجح، وإن كان وزير الثقافة قد تدخل على الخط وحاول أن
أن يعلن تعزية استباقية لمقتل سيادة العميد، ولكن حتى الآن لا معلومات مؤكدة حول مصير العميد عدنان الحماد. طيب، ما هي قيمة الخسارة التي تمثلها إذا ما صحت الأنباء وفق تصريحات وزير الثقافة كما أشرت مروان دماج الذي أعلن وربما يحسب هذا التصريح بشكل رسمي باغتيال عدنان الحمادي؟ هي خسارة كبيرة لكل البنية العسكرية في اليمن. إذا ما كنا نتحدث عن جيش وطني فمن المؤكد أن الجيش الوطني الوحيد الموجود على الأقل في محافظة تعز أو في الجمهورية اليمنية كامل هو اللواء 35 مدرع. بالتالي فإن العميد الحمادي وإن كان قد استشهد فعلا فإنه سيمثل خسارة حقيقية لهذا الجيش الوطني الذي يفترض به أن يكون مستقلا والذي كان جادا وهو تقريبا الوحيد الذي كان جادا في مواجهة الحوثي، يعني بينما جميع الجبهات كانت نائمة في الأوبان وفي كل الجبهات في محافظة تعز، العميد الحمادي الوحيد الذي استطاع أن يحرر مديرية الصلو والذي ما زال يشتبك بشكل مباشر مع الحوثيين في الكدحة وفي غيرها. بالتالي هي خسارة لليمن وخسارة لتعز وخسارة حتى هنا في الجنوب، لأنه هناك أطراف ما كانت تسعى بشكل حثيث لتغيير محافظة تعز لتكون ضد الحركة الجنوبية هنا، وكان الفند محمدي هو عنصر التوازن الحقيقي الذي استطاع أن يحدث حالة توازن ما بين علاقة تعز وعلاقة الجنوب، خصوصا وأنه يتواجد في منطقة تعتبر يعني النافذة الشمالية لمحافظة عدن وهي مناطق الحجرية ومحافظة لحج. بالتالي فإن خسارته ستعيد خلط الأوراق وقد ندخل في مسار جديد هو أكثر تعقيدا ولا يحمد عقباه، ولكن عموما حتى الآن نحن نتمنى أن تكون هذه الأخبار كاذبة وإن شاء الله أنها تكون كاذبة ويستطيع الفند نمر حمادي أن يتجاوز هذه الحالة الخطيرة وإن لم يكن قد استشهد. إذن أعود للزميل وضاح الجليل في القاهرة، إذن أمنيات كما يقول حسام بأن تكون أخبار مقتل العميد عدنان الحمادي غير صحيحة وأن يكون على قيد الحياة. إذا ما صحت هذه الأنباء برأيك إلى أي حد وفاة ومقتل عدنان الحمادي تعقد الأوضاع في محافظة تعز؟ وضاح؟ نعم عذرا الصوت غير واضح. إذا ما صحت الأخبار المتداولة فيما يخص اغتيال العميد عدنان الحمادي مقتله إلى أي حد يمثل خسارة ويعقد الأوضاع في محافظة تعز ويؤثر على سير معركة التحرير؟ مقتل العميد عدنان الحمادي بالتأكيد سيمثل خسارة فادحة للجيش الوطني ولمشروع استعادة الدولة من ميليشيات الحوثيين، وأيضا للأسف الشديد سيزيد من الانقسامات داخل المعسكر المناهض لهذا الانقلاب وهو معسكر الشرعية والقوى الموالية لها. نحن نعلم أن محافظة تعز تعيش انقسامات كبيرة وخطيرة، وأن العميد عدنان الحمادي أحد التوازنات أحد أركان التوازن في محافظة تعز، ومن خلال ما يقوم به على قيادة الوحدة العسكرية والمناطق التي تسيطر عليها هذه الوحدات، هو يقوم بعملية توازن وحفظ لهذا التوازن وأيضا حماية للكثير من المناطق من محاولات التوغل الحوثية إلى تلك المناطق. حاليا حتى وإن لم تصح الأنباء بشأن اغتيال العميد الحمادي، عفوا بشأن وفاته، الأنباء تتحدث عن إصابة خطيرة في الرأس. هذا يعني أن العميد عدنان الحمادي إذا ما قدرت له النجاة فإنه أيضا سيكون بحاجة إلى مرحلة علاج طويلة كون الإصابة في منطقة حساسة، وبالتالي سيكون هذا له الأثر الكبير في قيادة الوحدات العسكرية في تلك المناطق، وهذا أيضا سيؤدي إلى الكثير من الاختلالات، ونحن نعلم أن هناك الكثير من قوى داخل المعسكر الشرعية ترغب في إزاحة الحمادي وإزاحة أيضا القوات العسكرية التي يشرف عليها، إزاحتها من المشهد أو احتلال مواقعها أو نقلها إلى مواقع أخرى أو
نقل نفوذها إلى مناطق أخرى أو تحجيم هذا النفوذ. إضافة إلى ذلك أيضا الحوثيون سيستفيدون من هذا من مثل هذه الحادثة، وسيعملون من المؤكد أنهم سيبدأون خلال الساعات والأيام القادمة بتنفيذ عمليات عسكرية لمحاولات استغلال الصدمة التي يحدثها مثل احدثتها مثل هذه العملية للتقدم في الكثير من الجبهات. ونحن نعلم أن العميد الحمادي يدير قوات عسكرية تسيطر وتدير مناطق واسعة وفي جبهات مختلفة، وهي جبهات شديدة الوعورة ومتنوعة التضاريس، والحوثيون حاولوا ويحاولون اختراق هذه الجبهات من أكثر من مكان، ولديهم وما تزال لديهم الرغبة في أن يكسروا هذه المنطقة عسكريا وأن يخضعوها لنفوذهم لما تمثله من أهمية اجتماعية وأهمية أيضا استراتيجية وجغرافية. على المعسكر الآخر داخل معسكر القوات القوى الموالية للشرعية والمساندة لها، من المؤكد أن مثل هذه الحادثة ستؤدي إلى نزاع حول المناطق التي تسيطر عليها القوات التي يديرها العميد الحمادي، وستعمل على اقتسامها أو الاستيلاء عليها وإخضاعها لنفوذها، وبالتالي سنشهد عملية استقطاب حادة في هذه المناطق ومحاولات لاستقطاب تلك القوات التي يديرها العميد الحمادي لصالحها وإدارتها بمنطقها. وأيضا داخل حتى هذه القوات نفسها سيكون هناك الكثير من الاختلالات. نحن نعلم أن العميد الحمادي كان قائدا متفردا بشخصيته وأيضا بعمله العسكري، ومن الصعوبة أن يتم استبداله أو إحلال شخص آخر حتى وإن كان من المقربين منه في نفس مكانه ليتمكن من إدارة تلك القوات بنفس القدرة والتحكم الذي كان يعمل بهما العميد الحمادي. إذن المشهد معقد جدا، ونحن أمام مراحل أو مرحلة معقدة وصعبة في مرحلة في المعركة من أجل استعادة الدولة، وخصوصا في محافظة تعز التي كما ذكرت تشهد استقطابات وانقسامات متعددة. والآن تبدو المسؤولية جسيمة أمام مختلف القوى والأطراف لامتصاص هذه الصدمة والعمل على تلافي كافة الاختلالات التي ستحدثها مثل هذه العملية، وأيضا سد الفراغ الذي تركه الحمادي. والمسؤولية أكبر تقع في ناحية التخلي عن النزاعات والتخلي عن الأنانية ومحاولة الاستئثار. أشكرك. طيب أشكرك جزيلا وضاح الجليل، المحلل السياسي والصحفي كنت معنا من القاهرة. أعود لزميل الصحفي أحمد شوقي. أحمد، أحمد اليوم الآن ما المطلوب من الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة؟ والله المطلوب منها أنها تكف شرها عن الناس وعن المواطنين. أما قضية أنها ستقوم بالتحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته ويعني جمع خيوط المؤامرة والكشف عن الجهات التي تقف وراها فلا يعول عليها إطلاقا. ما نريده فقط من الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية في محافظة تعز وفي الشرعية أن تكف يدها فقط عن المواطنين ألا تستهدف الناس. كان لدينا هناك قائد عسكري اسمه العميد عدنان الحمادي كان يشكل بادرة أمل لكثير من الناس، وكان يدفعهم لتحمل كل هذه الأخطاء التي مرتها ما يسمى بالسلطة الشرعية. السلطة الشرعية هذه التي جوعتنا والتي أهلكتنا والتي حاصرتنا والتي نكلت بنا والتي تخلت عنا والتي يعني أوردتنا موارد الهلاك. كان عدنان الحمادي هو الشفاعة التي لدى كثير من المواطنين يعني لديهم لأخطاء الشرعية، كان يتشفع لهم عدنان الحمادي وكان يجسد الأمل في داخل الشرعية عدنان الحمادي. اليوم عدنان الحمادي إذا أزيح عن المشهد فالشرعية ليس لها يعني شفاء عند الناس، وبالتالي أن أي محاولة أو أي ضغط سيمارس من قبل الشرعية في الأيام القادمة سيعني أن معسكر الشرعية وأن الشرعية بما فيها كقيمة يعني يؤمن بها كثير من الناس سوف تنهار في الأيام القادمة. الشرعية الآن تخسر خسارة فادحة ليس لها نهاية، والأطراف التي تتآمر أو تآمرت على الحمادي فيما مضى داخل الشرعية اليوم تخسر ولن تكسر باغتيال أو إبعاد هذا الرجل. ليس هذا نجاحا لهذه الأطراف، بالعكس
سوف تخسر، وسوف تخسر الحياة السياسية والعسكرية، وسوف نخسر القضية التي ناضلنا وقاتلنا من أجلها منذ بداية هذه الحرب، التي ضحينا من أجلها أكبر التضحيات. ولذلك نحن ندعو فقط السلطة الشرعية يعني برجاء حار ورجاء كامل ورجاء يعني لا حدود له أن ترفع يدها عن مصائر المواطنين. إذا كانت تريد تسوية سياسية فلتقوم بها، وإذا كانت تريد أن تستكمل الحرب فلتقوم بها، ولكن تكف يدها عن المواطنين وعن تضييق على معيشتهم وعلى رواتبهم وعلى حياتهم وعلى أمنهم وعلى أرزاقهم. يكف محور تعز عن ملاحقة النشطاء والصحفيين. يكف الجهاز الأمني في محافظة تعز عن ملاحقة الصحفيين والكتاب. تخوف هذه الأجزاء يدها على المواطن ويتركونا وشأننا فقط. للأسف اليوم يعني أملنا أصبح في غاية الضعف بالشرعية بقدر ما هو أملنا في غاية الضعف بنجاة عدنان الحمادي. إذا لم ينجو عدنان الحمادي فأملنا في الشرعية انتهى، وأملنا في هذه البلاد قد انتهى تماما، لأنه ليس لنا ثقة بالقادة العسكريين الآخرين الذين لم يبلوا أي بلاء من أجل هذه البلاد ومن أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب، وإنما كانوا أكثر الناس الذين مارسوا عليه القمع والاضطهاد والاستغلال والفساد والسرقة واللصوصية والنهب. هؤلاء أدانا وليسوا أصدقائنا وليسوا حماتنا كما يقولون. وبالتالي نحن ليسنا ثقة أي شخص آخر باستثناء العميد عدنان الحمادي أو من قد يأتي من داخل اللواء 35 ويكون محل ثقة بالنسبة لأبناء تعز. الحجرية مستهدفة والحجرية مطوقة اليوم بستة ألوية في التربة وفي المناطق يعني الحدودية والمحاذية لمناطق الحجرية في ما بين تعز وما بين التربة. كيف تتصور أننا سوف نثقب هؤلاء الناس الذين طوقوا الحمادي وحاصروا خلال هذه الفترة الماضية كلها خلال سنة ونصف هم يتآمرون عليه؟ كيف سنثق فيهم وكيف سنعتقد أنهم بإمكانهم أن يحرروا البلاد وأن يفعلوا أي شيء في خدمة ومصلحة للمواطن والناس؟ أشكرك جزيلا أحمد شوقي أحمد زميل الصحفي، شكرا جزيلا لك. وأعود لحسام ردمان. حسام يعني اليوم الأخبار المتداولة حتى الآن يعني أنه مقتل، إلى أي حد إذا ما صحت هذه الأخبار ستعمل على تعقيد الوضع ربما في تعز وتحديدا داخل المؤسسة العسكرية؟ حسام، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال بحسام ردمان، ينضم إلينا من إسطنبول الناشط والكاتب الصحفي محمد المقبلي. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا. تعليقك على الأخبار المتداولة حول حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي. لا شك أن هذا الحادثة تمثل فاجعة وطنية بكل ما تعني الكلمة من معنى. عدنان الحمادي كان جزء من نواة السعادة الدولة اليمنية وجزء من التاريخ الشعبي للمقاومة الشعبية في تعز. هو يعني وحمود سعيد المخلافي نستطيع القول أنهم كانوا النواة الأولى التي وضعت حد للانقلاب في تلك المرحلة، وأصبح جزء من تركيبة الجيش الوطني الذي امتلك شرف الجمهورية والوطنية اليمنية بمفهومها الحديث، انحاز إلى تطلعات الناس وإلى مشروع استعادة الدولة. وعندما سقطت الشرعية وقواها العسكرية وبالذات القوى التقليدية التي كانت إلى حد ما ذو علاقة بالنظام السابق، كان للواء 35 وعدنان الحمادي الشرف الجمهوري في أن يكونوا ضمن المشروع الوطني الذي تشكل لسعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. فنحن هنا أمام هرم وعمود مهم من أعمدة المشروع الوطني الذي تشكل لمقاومة الانقلاب والاجتياح. بالتالي اغتياله هو اغتيال رمز وطني كبير مثله مثل كل رموز الوطنية اليمنية في الدولة اليمنية الحديثة، ابتداء من رموز المشروع الجمهوري سبتمبر وأكتوبر وصولا إلى عدنان الحمادي الذي امتلك الشرف العسكري وتقريبا كان من القادة العسكريين القلائل الذي كان لهم عمق شعبي كبير وكان ينظر إليهم عموم المواطنين والأحرار بشكل عام على أنهم أحد أعمدة الوطنية اليمنية الحديثة والشرف العسكري الجمهوري. طيب حجم الخسارة وتأثير مقتل العميد عدنان الحمادي على المؤسسة العسكرية؟ أنا أعتقد أخي سامي أن الخسارة كبيرة جدا، وخصوصا في عمق عسكري مهم وحساس ومكابد مثل تعز. نحن هنا نستطيع القول أن الجيش العسكري النظامي في تعز قد فقد أحد أعمدته الكبار،
وأحد نواته التأسيسية، لأن في تعز تشكل جناحين لما يمكن أن نسميه بالمشروع الوطني المقاوم للإنقلاب والاجتياح على الصعيد العسكري. كانت هنالك الجناح الأول كان المقاومة الشعبية، وكان لها رموزها الاجتماعيين والقبليين وحتى الرموز وحتى السياسيين الذين انخرطوا في المقاومة كان أيضا يشكلوا أحد هذه الوجهات. كان هناك أيضا جناح آخر اسمه الجناح العسكري النظامي المناهض للانقلاب والاجتياح والمقاومة، الذي أكسب المقاومة الوطنية في تعز طابعها النظامي، كان يمثل ذروة وهرم هذا المشروع عدنان الحمادي. وبالتالي أنا أعتقد أن خسارته هو فراغ كبير وفق تقديري الشخصي، وأنا كتبت هذا الكلام قبل لحظات في تويتر، أن عدنان الحمادي هو عبد الرقيب عبد الوهاب في المرحلة الراهنة، وأنا بصراحة أحد المصدومين بهذا الاغتيال، وأرى أن تعز قد فقدت واحد من أحد رموزها التاريخيين. لا يمكن أن يتم تدوين مقاومة الاجتياح والانقلاب الذي تعرضت له اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص دون أن يشار إلى رجل اسمه عدنان الحمادي وإلى لواء اسمه اللواء 35. طيب تتحدث عن صدمة بالنسبة لك، في أي سياق يمكن قراءة حادثة الاغتيال وفق الملابسات التي تم الإعلان عنها؟ أي أحد عنده حد أدنى من الموضوعية السياسية والروح الوطنية لا يمكن تفسيره إلا في سياق الحرب المستمرة على الجيش الوطني اليمني الجمهوري في كل مناطق اليمن، في تعز، في مأرب، في عدن، في كل مكان. هنالك أطراف خارجية وأطراف داخلية على وجه التحديد ليس ترى أن تكوين جيش وطني جمهوري نظامي بقيادات وطنية نزيهة محترمة يمكنه أن يستعيد الدولة اليمنية. هذا الأمر سيؤسس لدولة يمنية حديثة تتمتع باستقلال في القرار السياسي والقرار العسكري. هذه الأطراف ترى أن وجود قيادات عسكرية وطنية معتبرة وتتمتع بالنزاهة وتحظى بسمعة وطنية طيبة وباقتدار وبحرفية، ترى أن هذه القيادات قد تستعيد دولة يمنية كاملة المعالم، وهذا وفق تقديري الشخصي ترى أنه سيحد من أطماعها على المستقبل المتوسط وعلى المستقبل البعيد، وأقصد ذلك أطماعها الاقتصادية والجيوستراتيجية. وأنا هنا لا أتهم طرفا بعينه، وخصوصا أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد، لكن أنا أحلل أن المستفيد الأول من اغتيال عدنان الحمادي ومن اغتيال عبد الرب الشدادي ومن اغتيال أحمد يحيى الأبارة ومن اغتيال قيادة الجيش الوطني هو الذي لا يريد أن يكون اليمنيين دولة يمنية حديثة يحميها جيش وطني جمهوري. أشكرك جزيلا أمين عام مجلس شباب الثورة محمد المقبل، كنت معنا من إسطنبول، وينضم لنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل بوكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك. حتى اللحظة الأنباء ما زالت متضاربة حول وفاة العميد عدنان الحمادي، تعليقك حول الحادثة وفي أي سياق تقرأها؟ ما قرأ للعميد هي مأساة كبيرة، كارثة كبيرة، ووقع كبير بحجم وقع اليمن الحاصل. يعني تصل لهذه المرحلة من غياب رمز وقائد كبير كعدنان الحمادي، نحن وصلنا إلى الحضيض في كل ما تحمل كلمة معنا. نحن لا نستطيع الحفاظ على هؤلاء القادة الكبار الذين كانوا يوم من الأيام قتل وحصن لهذه الجمهورية ولليمن وللنضال وللبطولة، وفي لحظة ما يحصل مثل هذا الخلل الكبير الذي أودى بحياة عميد وقائد بطل كبير كعدنان الحمادي. يا سيدي هذه كارثة كبيرة وحلت علينا كيمنيين في هذه المرحلة بالذات، وخاصة نحن نعيش ظروف صعبة سياسيا وعسكريا، وتتكالب على اليمنيين المصائب والويلات والمؤامرات، ولا أقسى منها مما من مؤامرة غياب قائد كبير بحجم عدنان الحمادي. أنا لا أدري ماذا أقول، يعني لا أستطيع أن أتمالك الكلمات كي أصف قائد أو رحيل قائد بهذا الحجم، ولكني أستطيع أن أقول هنا ضرورة الفتح ملف تحقيق كامل حول مقتل العميد عدنان الحمادي. فرجل بهذا الحجم لا يجب أن يمر مقتله بهذا الشكل يعني، ونتحول نحن إلى
نادبين في شاشات التلفزة. يجب أن يكون هناك تحقيق عاقل وشفاف حول ملابسة العميد عدنان الحمادي، فمقتله خسارة كبيرة للوطن، ولا يجب أن تظل الأمور هكذا دون طيب خسارة كبيرة. مقتل العميد عدنان الحمادي في ظل حتى اللحظة الأنباء المتضاربة والأمنيات الكثيرة بأن يكون على قيد الحياة، هل من تأثيرات وتبعات ستكون من وفاته على المؤسسة العسكرية؟ وإلى أي حد ستعمل؟ ربما هناك سيكون تعقيد كما يقول البعض في مشهد تحرير محافظة تعز. يا سيدي، عدنان الحمادي واحد من الكبار الذين أسسوا الجيش الوطني وأسسوا هذه المؤسسة العسكرية التي انهارت في لحظة معينة، وكان أحد الأعمدة التي استندت عليهم الجمهورية في لحظة من لحظات السقوط. وبالتالي لا شك أن غيابه سيمثل خسارة كبيرة وفراغ كبير لا يمكن أن يغطى في لحظة معينة، أو أن يمكن أن يكون هناك بديل بهذا الحجم، وخاصة ورجل قاد المعارك وصمد وانتصر في كثير من المعارك التي خاضها، وظل واحدا من ثوابت الحياة العسكرية أو المؤسسة العسكرية طوال الخمس سنوات الماضية. اليوم غياب الحمادي سيمثل خسارة كبيرة وغياب كبير، لا يمكن بحال الأحوال أن نتصور أن يملى هذا الفراغ بسهولة، وخاصة إذا مضت الأمور بهذا الشكل الذي نراه اليوم من مؤامرات تحاكي ضد المشروع الوطني، تحاكي ضد النظام، ضد الجمهورية، ضد الشرعية. نحن في لحظة لا نحسب عليها كيمنيين، وكان عزاؤنا وجود مثل هؤلاء القادة الذين بادروا منذ اللحظات الأولى لاقتراح لحظة خروج ولحظة انتصار رغم شح الإمكانيات، رغم هول المؤامرات التي كانت تحاكي ضد الجيش الوطني وضد اليمن وضد الدولة والشرعية وكل ما له علاقة بإجماع اليمنيين السياسيين. طيب اليوم المطلوب من أجهزة الدولة، من السلطة الشرعية؟ نعم، المطلوب اليوم من الشرعية ومن أجهزة الدولة المختلفة، هل هي قادرة على إنجاز تحقيق سريع وشفاف يكشف تفاصيل وملابسات الحادثة؟ لا شك أنه بإمكان هذه الأجهزة أن تسعى لمعرفة ما جرى ومكاشفة الرأي العام بالذي حدث. يعني حادث أليم بهذا الشكل، يعني لا أنا باعتقادي أنه له أسباب ومسببات، ويجب أن نعرف جميعا ما هي أسباب مثل هذا المقتل الغريب والمفاجئ فعلا. يعني الحكومة مطالبة اليوم بتصحيح وضعها، مطالبة بكثير من الأشياء التي فشلت في إنجازها للأسف. أشكرك جزيلا أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وأذكر أنه حتى اللحظة ما زالت الأنباء متضاربة حول وفاة قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي. للمزيد من التفاصيل عن الحادثة نتابع هذا التقرير. ماضي تحقق بعض التقدمات لا بس فيها. خاض جميع الحروب ونجا منها، لكن الخطر الأقرب كان قرب رأسه. لم يكن أكثر أعداء الجنرال الذي استبسل من اليوم الأول للدفاع عن مدينة تعز يظن بأن نهاية تاريخ العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع قد تأتي من أقرب الناس إليه. حتى الآن تتحدث الأخبار على أن الحمادي توفي متأثرا بإصابته بعد أن تعرض لإطلاق نار من سلاح شقيقه في مسقط رأسه بمنزله في مديرية بني حماد، بينما لا تزال الأسباب غامضة والحديث عن التفاصيل يخضع للتحقيق. كان الحمادي واحدا من العسكريين البارزين الذين قادوا المعارك ضد ميليشيا الحوثي طوال 4 أعوام، بل إنه أول قائد قرر مواجهة الترسانة العسكرية التي توحشت ضد مدينة تعز في شهر مارس من العام 2015، في الوقت الذي سلم معظم القادة العسكريين المعسكرات إلى الميليشيا. تسلح الحمادي مع رفاق السلاح بالحق والقضية رغم ضعف الإمكانات العسكرية، ومعها كانت ميليشيا الحوثي تتعرض لأول ردود الفعل المقاومة، وكان ذلك إذانا بإشعال ثورة الرفض للمشروع الإمامي الجديد. آمن الحمادي كما قال مرارا بالإرادة القوية والإيمان، الأمر الذي جعله مؤمنا بأن النضال لن يؤول إلا إلى أصحاب الحق، وهو ما تحقق بحسم المعركة في ريف محافظة تعز التي أجبر الحوثيون على الانسحاب منها بعد معارك كان يقودها العميد بنفسه. ينعي اليمنيون اليوم
واحدا من رجالهم الاستثنائيين، رجل كان قد سحرهم في زمن كان رجال البلاد قد أغلقوا أبواب منازلهم عليهم مؤثرين السلامة، بينما كان كثير منهم يفرون إلى خارج البلاد ليسطع نجم العميد الحمادي في سماء اليمن المظلم. إذن تابعنا هذا التقرير، وما تزال حتى اللحظة الأنباء متضاربة حول وفاة القائد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 المدرع، رغم تأكيدات وزير الثقافة مروان دماج وأيضا النعي الصادر عن رئيس مجلس النواب. مستمرون معكم في التغطية ومتابعة آخر الأخبار وتطورات على شاشة بلقيس. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في أمان الله.